السلام عليكم حبايبي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد ان شاء الله. اليوم عارضه علينا واحد المتابعه صراحه من نهار جيت لدبي وهي كتقول لي جوع عندي جوع عندي، فيلا كتب ناري عرفتي تحت عينيا كيبان كحل والله الا ما والله حتى ولا كحل ناري. تخلات انا دابا ملي شفت راسي تخلات ناري، ماما ما قدرتش نشوف راسي. انتم دابا كنبه شو الصباغه ماما، خصني نمشي نحيد الصباغه. شوفوا ما عنديش ما الصباغه دونك المهم ما ندوش على تحت عينيا، قتلني الصهير. كنبقى حتى 8 ديال الصباح بالسيف ما يوليو هكا. دابا ان شاء الله غادي نمشي للصالون باش غادي نحيد هاد الصباغه كلها تقشرت ليا، وغادي نعودها وغادي ندير بروشينغ لشعري انا وغزلان. غادي نصايب شفراني ان شاء الله الا كتب، غندير الشفران اللي كنت درت في المغرب ديال وحده وحده. فصافي هادشي اللي كاين، دونك ما نطولش عليكم وخليكم معنا. المهم حنا دابا في الصالون، جينا ليه لصقت الشفران صراحه عجبوني، هادو ناتوريل واعرين حمقوني. دابا ان شاء الله غادي ندير الصباغه الحجباني باش نتهنى منهم، حيت ما بقيتش باغا نماكي كل ساعه فيما غدا خارجه خاصني داوي نماكي. دونك غادي نصبغ حجباني تما نحيدهم عليا، و نصبغ طفراني حتى هما صيف شعري عرفتي راه عارضه علينا السيده مع الخمسه ودابا سته وباقي ما ساليناش. المهم نطولش عليكم وخليكم معايا. حجباني انتما كيف ما كتشوفوا راه غيبانوا لكم بحال كحلين، ولكن راه درت لي صباغه قهويه غير دابا كما بحال الشيطان. دابا غادي نخليهم تقريبا ديك 5 دقائق 10 دقائق عاد غادي نغسل. يا ربي ما يغمقوش ليا بزاف، انا كنخاف يغمقوا ليا بزاف. ان شاء الله يجيو زوينين، اصلا الفورمه اللي دارت ليا واعره ومقاده. غنحي هاد الصباغه لقاش صبا مصبوغ صبا لا، غادي دير ليا صباغه اخرى. غزلان صبغه بفارغ وغتحمق على الصباغه، قالت لي عندهم الصباغه واعره اوريجينال. دونك نمشي نصايب تفراني بما نشفوا ليا حجباني. المهم انا دابا جالسه كنصيف طفراني، جات مسحات ليا حجباني، مسحاتهم ليا شويه هكا من القدام باش ما يجيوش غامقين بزاف. المهم انا الصراحه عجبوني هكا من القدام، قالت لي خلي شويه ديال الصباغه في حجبانك اللور باش يبانوا يعني من القدام فاتحين شويه ومن اللور غامقين. صافي قلت نخليها واحد شويه. هاد الحجب جا واعر جا مصروع، كنا جاهد حتى هو بحالو ديما يا ربي السلامه، كيخرج حاجه من قد وحاجه بعوج. هذا تا هو زوين ولكن ما عرفتش الصراحه، هذا جاني خطير ناري على الزهر ويلي كنبان مشاكه. يسرين كره باقا كتسنى مسكينه، غادي ندير لها طياره خصوصا ما عنديش كونيكسيون دابا باش ندوي معاها. ايوا ويلي ويلي علاش شوها دايره معانا مع الخمسه دابا السبعه وحنا باقيين في الصالون ويلي.
ما نقول لكم. مهم احنا كنا في الصالون كيف ما شفتوا، يلا غادي نبدا نصايب شعري، يعني ساليت كل شيء وغزلان كانت سالات، ما عرفنا باش التبلينه كانت كضحك عاد شويه حاشاكم درتها كرشها ومشات التواليت بدات كترجع، يعني بدات حاشاكم كتقيه صافي. طلعت كتجري للدار شي شويه، تبعتها انا حيطت لي ماما نسحب لي غير درتها كرشه، قلنا غادي يفوتها الحال حقاش موالفه كدر مره ولكن ماشي بحال هكا. صافي ملي طلعت للدار عيطنا على الامبولانس وهي كتغوت على حر جهدها وما قادش الدوي ما حتى حاجه، عرفتي واحد الحاله كانت فيها لا حول ولا قوه الا بالله. المهم دينا دابا السبيطار ان شاء الله دابا تولي بخير، يلا داروا لها السيروم نعسد دابا تكات واحد شويه، الزير عيطنا ليها هو جاي ونتمنوا تولي بخير والبيبي حتى هو يكون بخير ان شاء الله، الله يشافيها. والله انا فريمون ما فهمت والو، تصرفقت صافي، كنا ضاحكين وغادي معرودين وفرحانين، السيده تاي مسكينه ما خلات ما وجدات، ولكن راه ما تمشي غير فما مشاك الله، زعما الا مكتبه لك شي حاجه راه مكتبه، ديما الواحد يقول ان شاء الله. احنا دابا غادي معولين معرودين نشوفوا فين لقينا راسنا دابا. يلا خرجنا دابا من السبيطار، دابا 12 قال قسمين عتيرات عطلنا تمايا، الحمد لله ما لقاو عندها والو بخير غير الغازات هما اللي داروا ليها هذا الكريز، الحمد لله دابا ولات شويه صافي. وديك السيده اللي عارضه علينا واخا كنا خشومه ما جات، فهمتي السيده مكبره بينا وعارضه علينا، قلنا نديروا الصواب ونمشيو عندها. دابا الحمد لله غزلان ولات كتحس براسها بخير، يعني واحد شويه قاده توقف على رجليها وقالت لينا يلا نمشيو عند السيده ما جاتش عاوتاني ما نمشيوش السيده موجوده وكذا صافي. وحنا يلا وصلنا دابا عند السيده غنطلعوا عندها ميسرين مسكينه صغيره كتسنى. انا عارفاكم تخلعتوا من حجباني، انا براسي مخلوعه من حجباني ما عجبونيش نهائيا، ولكن راه غدوز غير واحد يومين ولا ثلاث ايام وغادي يخفافوا غادي يرجعوا كما كانوا. حتى انا دابا ما عجبونيش كيبانوا فونسي بزاف كي الشيطان، الصراحه ما عجبونيش. والحمد لله والشكر لله ما يدوز النهار بخير وعلى خير. طلعنا عند نسرين جمعنا معاها حطت لينا تبارك الله ما خلات ما حطات. ايوا من التقاليد الاماراتيه ياك هذا التقاليد رجالتكم ديالهم ماشي ديالنا. من التقاليد الاماراتيه فاش اي ضيف كيجي الناس وكذا كي ضروري كتبخروه ياك، ضروري كينبخروه وشويه ديال العطار العطار يديروا لي هكا العطر، كيجيبوا لي بزاف ديال العطور. هانتوما ديما الصينيه فما مشيتي شي دار زعما فيها ناس اماراتيين وكذا ضروري يستقبلوك هكا، ضروري في الدخله ضروري هكا تعطري وكذا وبخروك، يعني تبارك الله كيستقبلوك بطريقه زوينه. اختي نجرب اختي. بسم الله عند غزلان بحال هو هي اللي درت على غزلان والبنات البنات هادي شانيل خطيره، هادي هادي ريحه النظافه، هادي اللي كنستعمل انا دابا يوميا كندير وفش غزاله، هادي العود يا الكوكتيل هادي مخلطه يا بنتي شوفوا دابا الزيت المبخره كيسحب ليا بارفا، ولكن راه كتبان بحال بارفا من بعيد. المهم دابا هادي بنات من بعيد صعبه امي يمتى هادي البنت انا خطبني سبحان الله يرحم الوالدين شغلتيني انا اليوم والله انا مين احق الله ماشي تما ها
هانت هاكا غارشي في يدك علاش مازال عندك كيتكيس كيتكيس عليك صافي دابا انت خلطتيهم ما تبقاي ولا لك كلشي وهاد العطب كلهم كنسكم دابا غيولي عندك كوكتيل في يدك عاوتاني مشات انا نقول لها رشي في يدك وهي ترش في قطاي ودابا دير لها كوكتيل يا اختي يا لبنت شحال مفروعه يمكن عمرك درت شي فيديو بحال هكا في حياتك شي ما طلعت منك انت لا كتعاقب عليك ما يبقاش فيك العاد المهم هي اللي ضربه ضربه على الغطايه شي بغيت نشري بغيت ما نشرح لك الغطايه كنتي دورا كلهم كيكوخوا اه سخفت بالضحك عاتي كاع داك الخلعه اللي كانت فينا الصباح واليوم كاع هادشي اللي دوزنا ضحكنا اليوم الله يخرج الضحك على خير يا ربي ما يديرش حتى ولد ديال الخير شوفوا يا لالا كتبخر فيا شكرا اختي بارك الله البخور كان حمق على البخور واخا في خبرك تحركت بيه فاش كنت صغيره راه دي رجلي ديما حق الله ولكن كان موت عليه شوفوا يا اختي الناس ديال المفاجآت والله الا جايين معاولين غير غادي نجلسوا شويه ونتعشاو لقيت نسرين باغا تفرح بيا بمناسبه وصولي ل 400 كا الحمد لله هادشي بفضل ديال سيدي ربي والفضل ديالكم والاتعاب ديالي شكرا بزاف نسرين والله شكرا الله يكبر بيك شوفوا كاتبه لي هنا مبروك كنزه 400 كا عقبال الملايين ان شاء الله يا ربي وعقبال كل بنت ان شاء الله كتحلم بشي حاجه توصل ليها شكرا بزاف نسرين شكرا اختي راه ما كتبغيش تبان مرحبا ربي يخليك شي حاجه انا درت شي حاجه لا اختي هادي شي حاجه والله غير هاد الجيست اللي درتي راه شي حاجه بالنسبه ليا والله شكرا بزاف والله انا كندوي معاك ابار يوتيوب شكرا بزاف بزاف هاي كبر بيك انتم شوفوا الكاتو شحال غزال السلام عليكم مهم صراحه ما عرفتش واش نقول لكم صباح الخير ولا نقول لكم مساء الخير ولا شنو نقول لكم صراحه ما عرفتش احقاش ما صورتش لكم من البارح مهم هذا راه نهار اخر هذا النهار الثاني البارح دخلنا للدار حتى شي 5 الصباح وما نعس حتى للسبعة الصباح قاش ما بغاش يجيني الناس بزاف هادشي اللي طرا اصلا انا مولفه كنصار زايد هادشي اللي طرا ما بغاش يجيني الناس وفقت السبعة عاتي عمرها كانت ليا وحق الله الا فقت شوفوا كنلقى الظلام في الزنقه والله الا الظلام انا تصدمت قلت او ما يمكنش لدرجه انه السبعة وثلث ديال الصباح وما بغاش يجيني الناس وبقيت كنتقلبها هكا ونتقلبها هكا والو مبغيش يجيني الناس صافي وانا نشرب الدواء ديال الناس هي شربت الدواء خدمت القران حدا راسي وهي ديني عيني ولكن ما كانش خاصني نشربو حيت هو اللي بقى مخليني مكاويه حتى لدابا نشرح لكم شنو كاين حيت انا براسي وحق الله ما فهمت شي حاجه الحمد لله على كل حال البارح رشتو غزلان مرضات كانت بخير صحه سلام كنا في الصالون بخير ما علينا ما بينا عات السيده صافي كاوات وجلست تتغوت شدتها كخيز كتغوت بالوجع اللي فيها وبزاف ديال الحوايج المهم الطبيب قال لها عندها لي غاز
وهي ما فاطراش وما واكله والو النهار كامل، وفاطره مع عصير ديال الليمون يعني بالسيف على الخوا شرباته كلاها. عتي راه كون شفتوها في ديك الحاله لا حول ولا قوه الا بالله. المهم من تما مشينا عند السيده مع 12 ونص ديال الليل، قلنا حشومه وهذه السيده موجده وكذا، ما جاتش جات ناقصه. مشيو عند السيده، مشينا عندها مع 12 ونص ديال الليل، طلعنا دخلنا كبرات بينا الله يكبر بيها. صافي بقينا جالسين مع شي ساعه ديال المكانه، تعشينا كيف ما شفتو جابت مسكينه الكاطو كانت دايره عليا مفاجاه بغات تفرح بيا. ايوا صافي شي شويه عاد زيد حتى هو مسكين كان كيلعب، شي شويه عاد تخنق وبدا يكحب يكحب يكحب. غنخلي لكم واحد المقطع صغير هنايا، ما انا ما مشيتش معهم السبيطار. دايك حب يكحب يكحب، حاجك شويه بحال شي روبيني وحليتي حاجك، بدا كيرجع بدا كيتقي ما بقاش بغى يحبس، وعرفتي تخرق ولا احمر وزرق. انا بعدا مت بالخلع بديت كنبكي، ماما حتى هي تخلعات بدات تغوت وتتبكي، ما حلتها هي مريضه ما قداش تهز راسها، ما حلتها الولده كتشوفو قدامها يعني بديك الحاله لا حول ولا قوه الا بالله. زعما راه ما تمشي غير في مشاك الله. ورجعوا عاوتاني للسبيطار، قالت لينا بلاش ما تمشيو للسبيطار، بلاش ما تمشيو زعما نبقاو كاملين مبرزطين على الوليد، اصلا ما يدخلوناش كاملين فهمتي. فقالت لينا بقاو نتوما عند السيده هنا تسناونا عند السيده ترجعوا ليكم. يا هذيك بقيت عند السيده كل ساعه كنسولها كيبقى كيبقى. صافي صيفطت لي واحد المقطع ديال الفيديو مسكين داير لي الاكسجين فاش كان مخنوق، انا غنوريه ليكم هنا. ايوا هادشي اللي كاين. الحمد لله على كل حال، دابا راه شويه ولات بخير، ولدها حتى هو ولا بخير الحمد لله حسن من البارح. ونتمنوا لهم الشفاء، وراه ما تمشي غير في مشاك الله والله الا هادي عرفتها دابا، حيت كتكوني معوله على حاجه حتى كتصدقي في حاجه. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. سمحوا لينا على هذا الفيديو، ما كناش معولين انه نهائيا غيجي هكا، ولكن اللي بغاها ربي هي اللي غتكون. وان شاء الله خاصها خرجوا صدقه ان شاء الله، وخاص ديما نبقاو نخدموا القران في الدار ضروري هذه. الحمد لله على كل حال، وسمحوا لينا مره اخرى. وتسيده نسرين بنت اللي مشينا عندها تسمح لينا، مسكينه كبرات بينا جايبه لينا لي كادو، جابت لي واحد الساك واحد لي تالون وتهلات فينا تبارك الله. جابت لماما لي كادو، جابت غزلان، بغيت نقول لها شكرا بزاف. ان شاء الله حتى الفيديو الجاي ونوريه لكم، ما جاتش دابا حنا في مشكل ومبدا نوريكم حشومه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونوريكم. شكرا لك بزاف نسرين كما كبرتي بينا الله يكبر بيك، وبسلام عليكم، تلاقاو في الفيديو الجاي. باي باي.